فراح يكون عندي هلا الديزاير بولينوميال. هلا انا هون اللي اشتغلت عليها كان عندي هذول بيساوي اوميجا ان كانت بتساوي 5، راح اخلي زيتا زي ما هي نص، وراح اضرب اوميجا ان في 10، فراح يصير عندي اوميجا ان الجديده 50. مظبوط. قديش كانت عندي اوميجا ان الاصليه؟ 10 في 5 50. خليني اتاكد بس انه هذا مظبوط هون. لا، ديزايرد بولز على 10 وناقص 30. ليش؟ اوكي، انا هون عمالي بصمم البلانت. احنا رحنا على الكنترولر، لازم يكون انا حاططهم 10 و30 عشان تكون 1 و3. عم بصمم اوبزرفر للبلانت، بس خلينا نروح مباشره على الاوبزرفر تبع الكنترولر عشان مش رح يكفي معنا الوقت. فراح اضرب هدول في 10، فتصير عندي 5 50. فشو راح يصير الديزايرد بولينوميال هون؟ اس بلس 50 في اس بلس 50، اللي هو بعطيني اس بلس 100 اس بلس 2500 اس سكوير. مظبوط. مش هيك راح يصير البولينوميال الجديد؟ اذا ضربت اذا خليت زيتها نفسها، بتعرفوا كاني ايش عامل؟ مش كانوا عندي هدول البولز تبعون الكنترولر؟ كاني شو عملت؟ خليت زيتها نفسها ورفعت اوميجا ان بهذا، فكاني على فكره كبرت هاي بمقدار 10، وكاني كبرت هاي بمقدار 10. فاوميجا دي انضربت في 10، اوميجا ان انضربت في 10، بس زيتها ظلت نفسها اللي هي نص، مش هيك؟ فشو صار عندي هلا؟ الفا 2500، الفا 1 صارت 100، والفا 0 بتساوي 1. مظبوط؟ متى بنغير زيتها؟ علي صوتك. متى بنغير زيتها؟ هلا زيتها بنخلي الاوفر شوت نفسه، كانه خلينا الاوفر شوت نفسه، بس خلينا كل البولز اكبر. يعني ضربنا بس اوميجا ان بقي. طيب شو صار عندي هلا اذا بدي احسب ال؟ صار عندي البولز الجديده. على فكره البولز الجديده اذا بدي استعمل البليس كوماند، ايش بتغير في البليس كوماند؟ بتغير زي ما حكى عطيات المره الماضيه ايه؟ سي. اوكي؟ فللاوبزرفر شو بتغير عندي؟ بحط البولز الجديده الديزاير، بس ما بحط A و B، بحط A و C. بعطيني هون بدال A بعطيني L، وشو بتطلع الدايمنشنز تبعت L؟ 2 في 1. ريبيتد، فبصيرش استعمل، بصير استعمل البليس كوماند، بستعمل الاكر كوماند. الاكر كوماند بظبط في الريبيتد. اوكي؟ طيب شو ضل، شو صار عندي هلا هون لازم اعمل؟ لازم اطلع L واضربها في او اضرب فيها تي او. فبتصير عندي هلا ال بتساوي تي او مضروبه في عندي 2500 ناقص 3، وهي 50 ناقص 4، وعندي تي او. وين صارت تي او؟ هي تي او هون موجوده. فالنتيجه النهائيه بتطلع معي 2405 ناقص 4764، بعد ما اضرب في تي او. لهدول راح يطلعوا معي 2500 ناقص 3 2497، 50 ناقص 4 46. بس في ترانسفورميشن بدها تصير عليها من تي او. وين تي او؟ كتبناها، مش كتبنا تي او؟ هي تي او. فلما بعمل هاي الترانسفورميشن على هذا الفيكتور، هذا بيطلع الفيكتور الجديد. هدول بايش بدي اضربهم؟ ال1 وال2، مش في اكس، لا اول شيء بايش بضربهم؟ واي ماينس واي هات. اجيب واي ماينس واي هات بضربها في ال1 تعطيني اول قيمه، واي ماينس واي هات في ال2 بتعطيني ثاني قيمه. هدول القيم بدي اطرحهم، بدي اجمعهم لاكسز اللي طالعين من بي. هلا بنشوف بال، إذا أنا عندي كل الأشياء هون جاهزة.